بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. هنتكلم النهاردة عن أهمية دراسة المخاطر اللي بتتعلق بعدم التأكد من مدة تنفيذ الأنشطة اللي هي Duration Uncertainty. الجزء من عملية إدارة المشروع، الجزء الأساسي بيتم فيه تحديد الجدول الزمني للمشروع، وعادة بنستخدم طريقة المسار الحرج Critical Path Method في تحديد الجدول الزمني للمشروع وأعداده، اللي بيتم فيها تحديد الأنشطة، المهام اللي بيتعين القيام بيها لتحقيق الأهداف الخاصة بالمشروع، وبنحدد المدد المتوقعة لتنفيذ كل نشاط، وإيه هو السيكونس، الترتيب المنطقي ما بين الأنشطة، واللي يجب أن يتم تنفيذ الأنشطة طبقا ليه. بيتم تحديد الريسورسز أو الموارد اللازمة لأداء المشروع وأداء العمل على أكمل وجه. بتكمن المشكله هنا بقى في تقنيه السي بي ام ايه، فان هي ما بتاخدش في الاعتبار الانسرتينيتي او عدم اليقين، وده بيسبب انها بتميل لنظريه السي بي ام انها تكون متفائله بطبيعتها في حته اللي هي الخاصه بالتوقعات اللي هي بتوفرها في حساب نهايه المشروع او مده انجاز المشروع ككل. خلال فهم الانسرتينيتي اللي بيكون نتيجة ونقص في الدراية بأحداث اللي بتتم في المشروع زي أي تهديدات أو فرص عشوائية ممكن يتعرض ليها المشروع. الفهم بتاع الانسرتينيتي ده هيتطلب ان احنا نبذل جهد ووقت في تقدير الانسرتينيتي دي او في محاولة ان احنا نركز جهودنا في معرفتها. عشان نقلل الجهد والوقت والتكلفة دي المصاحبة لعملية دراسة التقديرات اللي بتتعلق بالديوريشن انسرتينيتي، بنراعي ان احنا نركز جهودنا على الانشطة اللي هي من المحتمل ان يكون ليها اكبر تأثير على المشروع، مش كل انشطة المشروع، بنركز على الانشطة اللي هي ليها اكبر تأثير على مدة المشروع. في عوامل كتيرة بتهدد الحسابات اللي هي خاصة بمدة تنفيذ النشاط، زي تعطل الإكويبمنت، نقص في كفاءة المعدة نفسها، الأداء بتاع العمال بيتغير من يوم ليوم تاني نتيجة ظروف محيطة بالعامل نفسه ملهاش أي علاقة بالمشروع. فبعض الأيام بتلاقي إن العامل إنتاجيته عالية وكفاءته كويسة، اليوم التاني على طول تلاقي فيه نقص في الإنتاجية العامل بشكل ملحوظ. بعض العوامل ترجع للعامل نفسه لظروف الشخصية ملهاش أي علاقة بعوامل موجودة في المشروع ذاته. وكمان عوامل اللي بتخص الطقس، من برودة قوية أو طقس حار جدا، دي عوامل بتأثر على سير العمل وبتأثر على الإنتاجية وبالتالي بتنعكس على مدة تنفيذ الأنشطة. طيب هنحتاج نستعرض مثال عشان نوضح إزاي البرامج الزمنية اللي بتعتمد على حسابات الكريتيكال باث ميثود متفائلة بطبيعتها. هنفترض مشروع عبارة عن نشاطين فقط بيتم العمل فيهم على التوازي، مدة كل نشاط 10 أيام، فبتكون مدة المشروع الإجمالية 10 أيام. بيكون السؤال هنا إيه احتمالية إن المشروع يخلص في معاده الأصلي طبقا للتقديرات الرئيسية أو التقديرات المتفائلة لحسابات الكريتيكال باث ميثود اللي هي 10 أيام. أول احتمال إن النشاطين ما يحصلش فيهم أي تأخيرات، والنشاطين يتم تنفيذهم في خلال المدة المقدرة أو مدة أقل، وبالتالي نهاية المشروع هتكون غير متأثرة بأي تأخيرات وسيتم نهو المشروع في ميعاده أو قبل ميعاده. ده أول احتمال. طيب الاحتمال الثاني اللي هو إيه؟ إن النشاط الأول هو بس اللي يتأخر والنشاط الثاني لا يتم حدوث أي تأخير فيه، ونتيجة الاحتمال ده إن المشروع هيتأخر طبقا لتأخير النشاط الأول. الاحتمال رقم 3 ان النشاط الثاني بس هو اللي يتأخر والنشاط الاول لا يتأثر بأي تأخير، وبالتالي المشروع برضه هيتأخر نتيجة تأخر النشاط الثاني. الاحتمال الرابع هو ان كل النشاطين، النشاط 1 والنشاط 2، يتأخروا، وبالتالي المشروع هيتأخر لتأخر النشاطين 1 والنشاط 2. الاحتمالات الاربعة دي
هتؤدي ان احنا عندنا احتمال واحد فقط من الاربعة دول هو اللي بيتم تنفيذ المشروع في ميعاده المحدد او قبل ميعاده، وبكده هتكون نسبة الثقة في ان المشروع ينتهي بميعاده هي نسبة 25% احتمال ان المشروع يخلص طبقا لحسابات السي بي ام. ومن هنا بتيجي المؤشرات اللي بتقول ان نهي المشروع طبقا لحسابات السي بي ام هي حسابات متفائلة. ودي ظاهرة معروفة في المشاريع المجدولة باستخدام السي بي ام وبتثبت تفاؤلها، وبتقول ان تواريخ انجاز المشروع هنا بتبقى تواريخ غير واقعية او غير قابلة للتحقيق بنسبة ثقة عالية. وده بيجي من ان المشاريع المعقدة او البرامج الزمنية فيها مسارات متوازية كتيرة متعددة بتؤثر على نتائج المشروع، حتى لو كانت التقديرات المدد الموجودة في الأنشطة اللي في البرنامج الزمني تقديرات ممتازة والتنفيذ تم على ما يرام بدون أي مشاكل، برضو بتفضل احتمالية تنفيذ المشروع طبقا للميعاد اللي موجود في البرنامج الزمني احتمالية مش كبيرة، والحسابات اللي بتوفرها البرامج الزمنية بتبقى حسابات متفائلة بطبيعتها. وده هيخلينا نقول ان في اهمية كبيرة لتحليل المخاطر الخاصة بالجداول الزمنية الـ Schedule Risk Analysis. ده بيتم عن طريق اسلوب محاكاة مونت كارلو اللي بتستخدم مجموعة من التقديرات بتعكس التباين المحتمل حدوثه في تنفيذ كل نشاط. طيب التقديرات اللي هنعملها لكل نشاط دي هتبقى تقديرات هتاخد مجهود كبير وهتستغرق وقت طويل جدا في ان احنا نعمل تقديرات او احتمالات لكل نشاط من انشطة البرنامج الزمني. فممكن هنا بيتم عمل تحليل اولي مبدئي، تحليل سريع كويك ريسك باستخدام تقديرات عامة لجميع الانشطة. على سبيل المثال مثلا ان احنا نقول ان كل الانشطة في احتمالية ان هي تزيد 25% او تنقص عن اللي احنا مقدرينه 25%. وبعد كده بنحدد الأنشطة اللي هي أكثر تأثيراً على المشروع لإجراء تحليل مفصل أكتر باستخدام البيانات الهيستوريكال داتا أو رأي الناس ذو الخبرة من خلال أعداد ورش عمل للمخاطر. بنحدد فيها الأنشطة إيه الأنشطة الأكثر تأثيراً على المشروع عشان نعمل عليها تقديرات أكثر تفصيلاً. وده اللي بيوفره اختبار تحليل الحساسية Sensitivity، بتحدد فيه أهم المساهمين في الانسرتينيتي في المشروع بتاعنا واللي بيأثروا على نتائج المشروع بشكل كبير. فالأنشطة اللي هي بتبان في تقارير الحساسية ده زي التورنيدو تشارت بيبقى انديكيشن لأن الأنشطة دي مرشحة بقوة إن احنا نعمل عليها مزيد من التقديرات ونبص على التغيير في اللوجيك الخاص بيها وعلاقتها بالأنشطة الأخرى ومدتها وتأثيرها على مدة المشروع الإجمالية. وبكده نقدر نركز جهودنا أو جهود الإدارة اللي بتدير عملية تحليل المخاطر على إيه هي الأنشطة اللي يمكن إن هي تقلل وقت والمشروع وإن هي تزيد في فرصة نجاح المشروع ونهوه في الميعاد المحدد ليه. يعني الخلاصة هنا ان احنا ممكن نقدر نقول ان تحليل المخاطر بتبقى طريقة سهلة ان احنا نضمن ان تكون البرامج الزمنية والمخططات على درجة عالية من الواقعية وان احنا نحسن فرصة نجاح المشروع مع اقل تكاليف ممكنة، لان التعامل مع المخاطر ودراستها وتحليلها بيؤدي في النهاية إلى تحسين الثقة في نهو المشروع في ميعاده وزيادة من فرص نجاح البرامج الزمنية والمخططات.